يعني تصور يعني واحد ملياردير عنده قصور متعددة، عدة أشياء كله بزخ، يعني أطنان من العملة الورقية ذات الروائح الفاسدة الفاسقة بالمليارات من الدولار واليورو أو الين الياباني، أو عنده وضع يعني شديد البزخ، بس جدار مثلا مثل هذا الجدار فاضي ما في لوحة لسبان هذا. أنا أتصور أنه كل هذا البناء، كل هذا العز، كل المليارات من الدولارات واليورو لا شيء، كما هو يعني يجلس بعراء من دون ألبسة داخلية. أنا أعتبر العمل تبعي هو القماش المقدس أو اللباس الداخلي لأي إنسان بس يضع عمل واحد فقط في بيته، هو الحصانة، هو المدماك، هو الأساس للكائن. يعني مجرد بتطلع اللوحة تبعي، يعني مجرد بأخذ 5 دقائق، يعني أخذ رؤية منا، شافها، انتعش، أصبح قويا مهما، يعني كائنا نبيلا. عملي يعطيه هذا الإحساس، بس يعني بس الوقت ما بيروح على المشفى، يعني ما في حاجة، ما في يروح على طبيب نفسي يعني بيعالجه، بيسوي له 40 جلسة بعدين بلوش، يعني بيضحك عليه، بيكشف أسراره الشخصية. يعني مشان شو؟ خذ اللوحة تبعي، هي المشفى وهي الطبيب النفسي، انتهى الموضوع، جرب.